طيب هنكمل كلامنا ونتكلم على الفنتريكلر سيستم. فنتريكلر سيستم يعني بنتكلم على سيستم اوف فنتريكلز او الكافيتيز اللي موجوده جوه السيريبرال هيمسفير. So the ventricular system include the cavities that lie within the brain. في تجاويف موجوده جوه البرين. هذه الفنتريكلز او التجاويف ممتلئه مليانه بالفلويد بتاع البرين اللي هو السي اس اف. اول تجويف عندي هو اللاترال فنتريكل. ده اللاترال فنتريكل ده this is the cavity of the cerebral hemisphere. يبقى انا عندي اول تجويف عندي او اول فنتريكل عندي هو اللاترال فنتريكل. This is the cavity of the cerebral hemisphere. هنلاحظ ان هذا اللاترال فنتريكل ليه ايه؟ ليه جزء امامي اسمه anterior horn، لو هنا الامام وهنا الخلف. دايما السيريبيلم posterior خلفا. هذا اللاترال فنتريكل ليه anterior horn، ليه body anterior horn ناحية الفرونتال لوب، ليه بودي في البارايتال لوب، ليه posterior horn عند الاوكسيبتال لوب، وليه inferior horn في التمبرال لوب. يبقى اللاترال فنتريكل هاز anterior horn ثم بودي ثم posterior horn وانفيرير horn. هذا اللاترال فنتريكل وخدوا بالكم اللاترال فنتريكل ده اللي بنعتبره الفيرست اند سكند فنتريكلز. يعني اللاترال فنتريكل ده واحد في كل السيربرال هيمسفير فبنعتبره من الفيرست والسكند فنتريكلز. It is connected to the third ventricle via interventricular form of Monroe. يعني لو ده شادو للداخل بتاع الميسفير lateral ventricle ولو ده third ventricle بيبقى فيه رابط ما بين lateral ventricle والthird ventricle. الرابط ده بنسميه interventricular foramen of Monroe. ده foramen رابط lateral ventricle بالthird ventricle. ولو ده third ventricle وده fourth ventricle الرابط اللي ما بينهم هنا داكت اسمها cerebral aqueduct of Sylvius اللي ماشي جوه الميد برين. يبقى انا ده منظر بيوريني تجاويف الفنتريكلز اللي جوه البرين. في لاترال فنتريكل جوه السيربرال هيمسفير، في ثيرد فنتريكل هنعرف مع بعض دلوقتي انها موجوده بين التو ثالاماي، وفي فورث فنتريكل ده اللي بين البرين ستيم والسيربيلم. ده لاترال فنتريكل از كونكتد تو ذا ثيرد فنتريكل بانتر فنتريكل فورم اوف مونرو، اند ذا ثيرد فنتريكل از كونكتد تو ذا فورث فنتريكل بالسيربرال اكتاكت اوف سيلفيس. طيب يعني لو جينا شفنا هنا، لو دي الكافيتي احنا هنا في السيرشال سيكشن ده، لو دي الكافيتي اللي عندي هنا اللي هي اللاترال فنتريكل جوه الهيمسفير، وعندي هنا ثيرد فنتريكل، الفورمن اللي هنا ده دي اللي رابطه اللاترال فنتريكل بالثيرد فنتريكل، سوري ثيرد فنتريكل. يبقى الكونكشن اللي بين اللاترال فنتريكل هنا والثيرد فنتريكل هو الانتر فنتريكل فورمن اوف مونرو. الفنتريكل الاخر هو الثيرد فنتريكل، ده الكافيتي اوف داينسيفلون. ذا ثيرد فنتريكل از ذا كافيتي اوف ذا داينسيفلون، قلنا دي الكافيتي اللي بين التو ثالاماي، اند ات از كونكتد تو ذا لاترال فنتريكل فيا ذا انتر فنتريكل فورمن. زي ما قلنا ان الثيرد فنتريكل اللي موجود هنا ده هنربطه باللاترال فنتريكل عن طريق انتر فنتريكل فورمن اوف مونرو، وقلنا ان الثيرد فنتريكل اللي هنا ده هنربطه بالفورث فنتريكل اللي موجود هنا عن طريق السيربرال اكوداكت اوف سيلفيس اللي ماشي جوه الميد برين. قلنا ده ثيرد فنتريكل لان الاول والثاني بيعتبر هما اللاترال فنتريكل اليمين والشمال. الفنتريكل الرابع اللي هو الفورث فنتريكل اللي هو ده lies between the cerebellum posteriorly and the pons and medulla anteriorly. يبقى هو عباره عن كافيتي ما بين السيريبيلم posteriorly والبونس والميدلا anteriorly، and it is connected with the third ventricle عن طريق السيريبرال اكوداكت اوف سيلفيس، وهتتصل كمان مع السنترال كانال اوف ميدلا اللي عندي هنا، وهتكمل سنترال كانال اوف سباينال كورد. يبقى الفورث فنتريكل اللي عندي هنا ده اتصل مع الثيرد فنتريكل عن طريق السيربرال اكوداكت اوف سيلفيس، ثم اتصل كمان بالسنترال كانال اللي موجوده في اخر جزء من المدلة والسباينال كورد اللي مكمله لتحت. طيب لما نيجي نتكلم على السيربرال سباينال فلويد او سي اس اف، ات از كلير كلرليس فلويد، يعني هو سائل شفاف نقي that lies within the ventricles and subarachnoid space. The cerebral spinal fluid هنلاقيه إما بيملى الventricles اللي فيه داخل تجاويف البرين، وإما موجود فين؟ في subarachnoid space اللي محوط البرين. فكده لما اتكلمنا على المنينجيز وقلنا إن ما بين الأراكنويد والبايماتر في space اسمه subarachnoid space بيحتوي CSF. يبقى سي اس اف او سيربرال سبينال فلويد موجود داخل الفنتريكلز اللي موجوده في داخل البرين، او موجود في السبراكنويد سبيس اللي حوالين البرين.
الفوليوم بتاع السي اس اف عند الشخص البالغ حوالي 150 ملي لتر. 150 ملي لتر مين بيكون السي اس اف؟ كورويد بلكسس اوف لاترال فنتريكل، يعني في داخل اللاترال فنتريكل هنلاقي بلكسس اوف فيسلز، يعني ضفيره من الاوعيه الدمويه اسمها كورويد بلكسس، هي دي اللي بتكون السي اس اف. طيب السي اس اف ده احب اقول لكم ان هو بيتجدد تقريبا يوميا 3 مرات، يعني هو الانتاج اليومي بتاعه تقريبا من 450 ل 500 ملي، بس هو كميته 150 ملي، معنى كده ان هو بيتم تجديده حوالي 3 مرات في اليوم على الاقل. يعني ايه؟ يعني بيتعمل له سيكريشن وبعدين يعمل سيكريشن معينه ويحصل له ابزوربشن، يمتص ويتفرز مكانه سي اس اف جديد وهكذا. ليه الكلام ده؟ لان هنعرف ان الفانكشنز اوف ذا سي اس اف من ضمن الفانكشنز ايه؟ ريموفال اوف ميتابولايتس. خدوا بالكم ان السي ان اس يتميز ان ما فيهوش نسيج لمفاوي او سائل لمفاوي يحل محله في البرين السي اس اف، فهو بيشيل الميتابولايتس او بقايا العمليات الكيميائيه بتاعت البرين. فعشان ننشط البرين كل شويه لازم نشيل الميتابولايتس بتاعته، فنعمل ابزوربشن للسي اس اف ده ونفرز سي اس اف جديد يبقى نشيط. معنى كده ان السي اس اف ده لازم يبقى ليه مسار ولازم يمشي في سكه معينه ويحصل له ابزوربشن. فهو احنا قلنا بيفرز بالكورويد بلكسس اوف ذا لاترال فنتريكل. طب هيمشي ازاي؟ هيمشي من اللاترال فنتريكل للثيرد فنتريكل عن طريق الانتر فنتريكل فورمون اوف مونرو. طب وصل الثيرد فنتريكل، هيمشي من الثيرد فنتريكل للفورث فنتريكل عن طريق السيبر اكوداكتيف سيلفيس. لما وصل الفورث فنتريكل هيخرج بالفورث فنتريكل عن طريق 3 فورامينا، ياخدوه لفين؟ زي الفورامين دي ياخدوه للسيبر اكوداكتيف سبيس اللي حوالين البرين، وفي السبراكنويد سبيس هيبقى في حاجه هنا اسمها اراكنويد فيلاي. الاراكنويد فيلاي دي هتساعد في الابزوربشن اوف سي اس اف. يبقى تاني السيركيليشن اوف دي اس اف هيفرز داخل اللاترال فنتريكل، هيمشي من اللاترال فنتريكل للثيرد فنتريكل عن طريق الانتر فنتريكل فورمن اوف مونرو، هيمشي من الثيرد فنتريكل للفور فنتريكل عن طريق السبراكنويد سيلفيس عن طريق 3 فورامينا في الفور فنتريكل، هيخرج للسبراكنويد سبيس ويعمل سيركيليشن ويروح هنا يبقى ابزورب بالاراكنويد فيلاي اللي موجودين هنا. شغلته ايه السي اس اف؟ قلنا ريموفال ميتابولايتس، ماشي. نمره 2 بروتكشن اوف برين، كانه عامل ووتر جاكيت، جاكيت حوالين البرين عشان يمتص الصدمات في حاله تعرض البرين لاي صدمات. كده خلصنا كلامنا على البرين، ندخل بقى في كلامنا على الجزء الثاني من السنترال نيرفس سيستم وهو سباينال كورد. لما نتكلم على السبينال كورد هنقول it is a part of the central nervous system that lies within the vertebral canal. اه طبعا النخاع الشوكي ده هو الجزء بتاع central nervous system الموجود في داخل العمود الفقري. هيبدأ منين السبينال كورد؟ it begins at the foramen magnum. احنا عارفين الفورامن ماجنم الكبيرة اللي موجودة في قاع الجمجمة ده، عندها هيبدأ السباينال كورد as direct continuation of medulla، يعني المدلة تخلص عند الفورم ماجنم وتكمل السباينال كورد. هينزل هذا، لو أنا عندي هنا المنظر ده أدي السباينال كورد ده ونازل جوه الفرتبري، هيخلص فين؟ اللور بوردر اوف L1، يعني عند نهاية ايه؟ اللور بوردر اوف فيرست لامبر فرتبرا. ده عندنا احنا كأدلت. بنقول in children it ends at upper border of L3، يعني لما الطفل اتولد كان spinal cord ده بيخلص عند ايه؟ عند ال level of L3. while in fetal life the spinal cord and the vertebral canal are equal in length. يعني ايه؟ هقول لكم يعني تتابعوا معايا القصه. في الجنين اثناء ما بيتكون في بطن امه بيبقى spinal cord والvertebral كلهم قد بعض بالظبط، طولهم قد بعض قوي. يعني ايه؟ يعني سباينال كورد مالي الفرتبر كولوم كله. بعد كده مع استمرار النمو يبتدي معدل نمو الفرتبرال كولوم هيبقى اسرع من معدل السباينال كورد. عشان كده نلاحظ ان الطفل عند ولادته لقينا السباينال كورد بيخلص عند الليفل اوف L3 ثيرد لامبر فرتبر. وبعد ما اتولدنا برضو مرة تانية معدل نمو الفرتبرال كولوم اسرع من معدل نمو السباينال كورد، وبالتالي هنلاحظ ان في النهايه عند الادلت اللي هو زينا السباينال كورد بيخلص at the level of
lower border of L1. A sabab, بنقول this variation is due to the differences in rate of growth of vertebral canal spinal cord. الاثنين بيطولوا والاثنين بينمو، لكن vertebral column بينمو بمعدل أسرع من spinal cord. شكل spinal cord إيه؟ spinal cord شكله cylindrical in shape، شكل اسطوانة، أو نقدر نقول كده spinal cord يعني زي كده، زي كده شكل قلم، اسطوانة بالمنظر ده زي شكل القلم ده. But it shows to enlargement، يعني وهو نازل كده بيبقى فيه منطقتين بيدخل عندهم بيعمل enlargement، cervical enlargement دي في منطقة النك، and lumbar enlargement في منطقة اللمبر part of the spinal cord. اشمعنى هنا السيرفيكال انلارجمنت ده يخرج منها النيرفز اللي هتغذي الابر لين، فمحتاجين نيورونز كتيرة قوي هنا، محتاجين خلايا عصبية كتيرة هنا، فالحتة دي بقت انلارجد. اللمبر انلارجمنت دي المنطقة اللي يخرج منها الاعصاب اللي هتغذي اللور لين، فبرضو محتاجين عدد نيورونز اكبر هنا، فالمنطقة دي بقت انلارجد. فبنقول شكل سبينال كورد في المعتاد سلندريكال، ولكنه أظهر تو انلارجمنتس انتفاخين أو منطقتين كبروا شوية، سيرفيكال انلارجمنت ولمبر انلارجمنت، which are the source of the nerve supply of the upper and lower limbs respectively. وبنقول لما بنيجي نشكل اللور اند اوف ذا سبينال كورد بنلاقيه تيبرنج يعني مدبب، وهذا الجزء بسميه كونس ميدلاريس. The lower end of the spinal cord is tapering مدبب وبنسميه كونس ميدلاريس. كونس شكل الكون، شكل المخروط، ميدلاريس نسبة للسبينال كورد، يبقى ده بالنسبة للشيب of the spinal cord. The average length of the spinal cord 45 centimeters، يعني معدل في المتوسط طول السبينال كورد 45 centimeters. والسبينال كورد زي ما اتفقنا أو زي ما قلنا قبل كده على البرين، it has three coverings. زي ما البرين كان متغطي بثلاث أغشية سحائية، برضو السبينال كورد هيتغطى بيهم هم من الخارج للداخل، دورا ماتر أراكنويد أند بايوماتر. لكن نلاحظ حاجة، الدورا الأراكنويد يعني السبينال كورد، سبينال كورد خلص هنا عند L1، لكن الدورا الأراكنويد فضلوا مكملين وخلصوا عند S2. يعني spinal cord خلص عند L1، بس dural arachnoid فضلوا مكملين وخلصوا dural arachnoid at level of S2. البايومتر اللي لازق على spinal cord خلص معي عند L1، ولكن كمل على هيئة خيط لميع كده، خيط glistening thread كده، ده اسمه phylum terminal. phylum terminal ده هيكمل ويمشي جوه السيكرم والكوكسكس، ويروح يشبك في الباك of the coccyx كوسيلة لتثبيت spinal cord. فبنقول سبينال كورد محاط بالتلاتة من الجيز، اول واحد اللي لازق على السبينال كورد هو البايومتر، خلص مع السبينال كورد عند L1، ولكن ده بايومتر فورمز برولونجيشن، خيط كده هيكمل اسمه فايلم ترمينال، which extends from the apex of the conus medullaris، امتد من عند الapex هنا بتاع conus medullaris وينزل كده ويروح attached للباك of the coccyx. بينما الديورال اركنويد اللي بره كملوا وخلصوا عند S2، خلصوا جوه السيكرم at the level of S2 vertebra. ده CSF زي ما اتفقنا lies in the subarachnoid space زي ما احنا اتفقنا قبل كده. طيب spinal cord خارج منه spinal nerves، spinal cord خارج منه spinal nerves، عددهم كام؟ عدد spinal nerves 31 pairs. We have 31 pairs of spinal nerves، 31 يمين 31 شمال، دول attached spinal cord. The spinal nerves عددهم كام؟ 8 في منطقة النك اسمهم cervical، 12 في منطقة الثوركس thoracic، 5 lumbar و5 sacral and 1 coccygeal. خد بالك الأرقام هنا مختلفة شوية عن عدد الفرتيبي، مش دايما لكن ممكن، بمعنى إن لو رجعت للسيرفيكال فيرتبري على الفقرات العظمية بتاعت العمود الفقري السيرفيكال كانوا كام؟ اللي شاطر ومذاكر يقول لي كانوا كام؟ كانوا 7. لكن السيرفيكال سباينال نيرفز كام واحد؟ 8. الثوراسيك سباينال نيرفز 12 زي عدد فقرات الثوراسيك فيرتبري. اللمبر 5 زي الخمسة لمبر فيرتبري. السيكرال 5 زي الخمسة سيكرال فيرتبري. الكوكسيجيال نيرف واحد
كانوا كام فيرتبري في الكوكسيجيا الأربع؟ يبقى هنا اختلفنا في هذا الشكل، يبقى السباينال نيرفز 8 سيرفيكال 12 تراسيك 5 لمبر 5 سيكرال اند 1 كوكسيجيا. لو ناخد بالنا ان السباينال نيرفز الاخرين عاملين زي ديل الحصان كده، يعني من المجموعه الاخرانيه دي عامله زي ديل الحصان، بنسميها كودا اكواينا. كودا اكواينا يعني ديل الحصان، فورم باي ذا لور لمبر سيكرال اند كوكسيجيال نيرفز ذات ديسند ان ذا فيرتيبرال كانال بيلو ليفل اوف ال1. يعني لما خلص السباينال كورد عند ال1، السباينال نيرفز اللي خارجه منه هنا عملت زي ديل الحصان، اتعمل باللمبر نيرفز والسيكرال نيرفز والكوكسيجيال، عملوا زي دي الحصان سميناه كودا إكواين. طيب تعالوا بقى نحكي على structure of the spinal cord. spinal cord ده معمول من ايه؟ لو خدنا transverse section في spinal cord هنلاقي the spinal cord is formed of an inner core of gray matter، يعني gray matter داخلي surrounded by an outer white matter. ايه ده؟ عكس ايه ده؟ عكس مين؟ عكس البرين. In the cerebral hemisphere كان الجري ماتر في الخارج وعامل cerebral cortex ووايت ماتر عامل القلب في الداخل. أما الspinal cord فده بالعكس، the gray matter lies inside and the white matter lies outside. فلما بنشوف the structure of the spinal cord it's formed of inner core of gray matter اللي هو ده اللي على شكل H ده and outer part of white matter. The gray matter is H-shaped، يعني ادي gray matter شكل ال H، ادي H و H وهنا الشرطة اللي في النص، with an anterior ventral horn، ده anterior أو ventral horn containing motor nuclei و posterior أو dorsal horn containing sensory nuclei. يبقى أنا عندي في spinal cord هلاقي عندي anterior، أنا ما باخد transverse section لاقي anterior horn أو ventral horn ده motor، ده هيخرج موتور اوردرز، وعندي بوستيرير او دورسال هون ده سنسري، ده بيستقبل سنسري انفورميشن كده، ده هيبقى فيه موتور نيوكلياي وده هيبقى فيه سنسري نيوكلياي. بوث هورنز الاثنين ار جويند باي اثين جراي كوميشن، او بوث سايدز الحقيقه مش بوث هورنز، يعني بوث سايدز الناحيه دي والناحيه دي ار كونكتد هنا بكونكشن ما بينه اسمه جراي كوميشن ويز از ترافيرس باي ذا سنترال كانال. يبقى the two sides of the gray matter متوصلين مربوطين مع بعض بجري ماتر في النص، ده بسميه gray commissure. commissure يعني structure بيربط ناحيتين ببعض، وفوسطه في قناة اللي هي central canal اللي هتمشي في وسط the spinal cord. A small lateral horn is present only in thoracic and upper three lumbar segments. في بعض الأحيان ممكن ألاقي هنا lateral horn، بس ده مش في كل segments، مش في كل المناطق. أمال فين؟ ده موجود في الثراسيك سيجمنتس والأبر ثري لامبر سيجمنتس. اشمعنى دول؟ أصل دول اللي هيخرجوا سيمباسيتك، واللاترال هون ده هو البداية للأوتونوميك نيرف سيستم، وانتوا خدتوا في الفيسيولوجي إن السيمباسيتك ثراكو لامبر، يعني بيبتدي من الثراسيك والأبر تو أور ثري لامبر سيجمنتس. عشان كده نقول في الثراسيك والأبر ثري لامبر سيجمنتس هلاقي هنا لاترال هون it contains sympathetic nucleus، دي بيبتدي منها sympathetic neurons and is considered the only source of preganglionic sympathetic fibers in the whole body. اللاتر هون اللي هنا اللي في thoracic والupper three lumbar segments ده المكان الوحيد اللي هيعتبر المصدر للpreganglionic sympathetic fibers in the whole body. المفروض خدتوا الكلام ده في الفيسيولوجي وعارفين ان ده المصدر اللي بيخرج منه البري جانجليونيك سمبثيتك فايبرز لجميع انحاء الجسم. عشان كده بنقول في السمبثيتك اتيز ثوراكو لامبر، لانه ابتدى من الثوراسيك اند ابر ثري لامبر سيجمنتس من اللاتر هونز بتاعتها اللي موجوده فقط في هذه السيجمنتس. ده الجري ماتر، حواليه وايت ماتر. الوايت ماتر بنقسمه لايه؟ انتيرير وايت كولوم، ده بين الميد لاين واكزيت اوف فنتريتو في سباينال نيرف. احنا هنعرف السباينال نيرف، سباينال نيرف زي ما هناخده بعد شويه صغيره، كل سباينال نيرف بيبقى ليه فنترال روت وبيبقى ليه دورسال روت. يبقى كل سباينال نيرف ليه فنترال روت وليه دورسال روت. فاحنا هنا بنقول ايه؟ بنقول ان الانتيريور وايت كولوم ده موجود ما بين الانتيريور ميديان فيشر او الميد لاين
ما بين الميد لاين والإكزيت خروج الفنتر روت اوف ذا سباينال نيرف. وعندي لاترال وايت كولوم ده ما بين الإكزيت بتاع الفنتر روت وما بين الدورسال روت اوف سباينال نيرف. وعندي بوستيرير وايت كولوم ما بين الميد لاين والدورسال روت اوف سباينال نيرف. يبقى بين الميد لاين والدورسال روت اوف سباينال نيرف دورسال كولوم، بين الميد لاين والفنترال روت اوف سباينال نيرف فنترال كولوم، بين الفنترال روت والدورسال روت عندي لاترال وايت كولوم. These are the columns of the white matter. طيب تعالوا نتكلم بقى على الستراكشر اوف ذا سباينال نيرف. احنا اتفقنا السباينال كورد مديني 31 بيرز اوف سباينال نيرف، 31 يمين و 31 شمال. كل spinal nerve is attached to the cord by two roots. يعني كل spinal nerve لما هنيجي نشوفه كده، لو شفنا ادي مثلا spinal nerve، spinal nerve ده ليه dorsal root وليه ventral root. ده dorsal root وده ventral root. برضو ناحية دي spinal nerve ناحية ده يبقى ليه dorsal root يبقى ليه ventral root. المنظر ده بيتكرر مع كل spinal nerves الواحد وثلاثين. إذن كل spinal nerve ليه dorsal root وventral root. دول إيه حكايتهم؟ The ventral root is formed of motor fibers which carry impulses away from the spinal cord. It is the axons of motor nuclei present in the anterior horn. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني انا عندي هنا ده الانتيرير هورن في نيوكلياي، والنيوكلياي دي عبارة عن تجمعات من النيرف سيلز. الاكسونز او الخيوط بتاعه النيورونز اللي هنا الموتور نيوكلياي هيخرج هنا في الفنترال روت، شايل موتور اوردرز هتخرج في السباينال نيرف عشان تروح لفين؟ تحمل هذه الاوامر للعضلات عشان تعمل كونتراكشن. يبقى تاني، هذا الفنترال روت عباره عن نيرف فايبرز او اكسونز بتاعه نيورونز، بتاعه نيورونز موجوده هنا، ابتدت هنا في الفنترال هورن. الفنترال هورن تاني ده بيحتوي موتور نيوكلياي. الموتور نيوكلياي دي عبارة عن تجمعات لموتور سيلز. الاكسونز او النيرف فايبرز بتاعتها هتخرج في الفنترال روت وتمشي كده عشان تروح تغذي عضلات وتديها موتور اوردرز عشان تعمل كونتراكشن. عشان كده بنقول the ventral root is formed of motor fibers which carry impulses away from the spinal cord. بتحمل الامبلسز بعيدا عن spinal cord. اتعملت بالاكسونز of the motor nuclei present in the anterior or ventral horn. طيب ده الventral root. امال الدورسال root اخباره ايه؟ الدورسال root انتوا نفسكوا في السلايد طبعا بتاع thank you جايين لها ما تقلقوش. الدورسال root ده اتعمل بايه؟ ده بقى العكس. الدورسال root ده داخل السباينال كورد بالسنسيشنز اللي اتحست وداخل عشان يوصلها للسباينال كورد. فبنقول الدورسال روت is formed of sensory fibers which carry impulses to the spinal cord. يعني ده شايل impulses داخل السباينال كورد عشان يوصل لها sensations. It is the axons of cells of dorsal root ganglia present on dorsal root. لو تاخدوا بالكم هنا في ganglion. ganglion يعني مجموعة من النيرف سيلز. فالسيلز اللي هنا، السيلز اللي هنا اللي في الدورسال روت ganglion، بنسميها دورسال روت ganglion عشان دي ganglion على الدورسال روت. فالاكسونز بتاعت السيلز بتاعت الدورسال روت جانجون هي اللي بتعمل الدورسال روت وبتدخل بالسنسيشنز للدورسال هورن اوف ذا سباينال كورد. يعني بمنتهى البساطه لما نيجي نتكلم على التو روتس هنقول الفنترال روت، شايفين السهم هنا عامل ايه؟ السهم هنا ماشي من السباينال كورد وخارج لانه شايل موتور اوردرز رايح للمسلز عشان يديها موتور اوردر تو كونتراكت. الدورسال روت السهم عامل ايه؟ داخل السباينال كورد، ده شايل السنسيشنز وداخل بيها للسباينال كورد. يبقى الفنترال روت في فايبرز خارجه وشايله موتور اوردرز، الدورسال روت ده داخل شايل سنسوري فايبرز. الفنترال روت والدورسال روت يتقابلوا ويعملوا سباينال نيرف ترانك which is mixed. يعني هما بيتقابلوا يعملوا بقى السباينال نيرف نفسه. انا قلت السباينال نيرف معمول بتروتس لكن هما اتقابلوا عملوا سباينال نيرف نفسه which is mixed. يبقى السباينال نيرف نفسه ده mixed. It is very short. Exits from the vertebral canal via the intervertebral foramen. يعني بيخرج ازاي من vertebral column؟ بين كل vertebra والتانية في foramen اسمه intervertebral foramen.
فالتورودس اتحدوا مع بعض وعملوا السباينال نيرف ترانك اللي هو قصير جدا وهيخرج من الفيرتبرال كولوم عن طريق الانتر فيرتبرال فورم. يبقى السباينال نيرف ترانك ده اخباره ايه؟ سنسوري ولا موتور؟ لا ده ميكست سنسوري على موتور. اول ما السباينال نيرف خرج من الفيرتبرال كولوم اتقسم الى ايه؟ اتقسم الى تو ريماي، تو برانشز. ادى دورسال ريمس وده برانش كحيان كده وصغير قوي، وادى فينتر ريمس وده برانش جبار. يبقى اول ما السباينال نيرف خرج من الفيرتبرال كولوم اتقسم الى دورسال ريمس او دورسال برانش صغير وفينتر برانش او فينتر ريمس كبير. طب دول سنسوري ولا موتور؟ برضو الاثنين ايه؟ ميكست. خد بالك انا عامل الموتور بالاحمر والسنسوري بالازرق، هنا ازرق بس يبقى سنسوري، هنا احمر بس يبقى موتور، هنا ازرق واحمر يبقى ايه؟ يبقى ميكست. التو برانشز اللي اتقسموا قلنا الدورسال ريمس هيبقى صغير والفنتر ريمس هيبقى كبير، بس الاثنين ايه؟ ميكست. يبقى الدورسال روت سنسوري، الفنترال روت موتور، السباينال نيرف ترانك اتسلف ميكست، دورسال ريمس ميكست، فنتر ريمس ميكست. ما تتلخبطش بين دورسال روت ودورسال ريمس، ما تتلخبطش بين فنتر روت وفنتر ريمس. فقلنا هيدي سمول دورسال روت وهيدي لارج فنترال روت او فنتر ريمس. الفنتر ريماي هما الاهم، الدورسال ريماي اقل اهميه. الدورسال ريماي سبلاي ذا سكين اند ماسلز اون ذا باك اوف ذا نيك اند فيرتبرال كولوم او ترانك، يعني هو دورهم يدوبك، عشان كده بقول ان دي برانشات صغيره جدا، يدوبك بتغذي السكين والماسلز اللي موجوده على الباك اوف ذا فيرتبرال كولوم، سواء في الباك اوف ذا نيك او الباك اوف ذا ترانك. بينما الفنترال ريماي دي سبلاي ذا سكين اند ماسلز اوف ذا انترولاترال ريجن اوف ذا ترانك اند ليمز، يعني ايه؟ يعني دي هتغذي الجدران بتاعه الثوركس وبتاعه الابتومن والسكين والماسلز اوف ابر ليمب والسكين والماسلز اوف لور ليمب، فهي الاهم جدا. وبنقول ذا فنتر ريماي تند تو فورم بلكس، يعني اللي بيحصل ان الفنتر ريماي زي ما هنعرف فيما بعد ان شاء الله بتميل انها تعمل بلكسس او ضفائر عصبيه، السيرفايكال بلكسس في ان ذا نيك، البريكال بلكسس اللي هيغذي الابر ليمب، واللمبر اند سيكرال بلكسس اللي هيغذي اللور ليمب. So this is the idea about the spinal nerves. كده نكون وصلنا لآخر جزء في محاضرة النيرفس سيستم وآخر محاضرة في الجنرال أناتومي. هيبقى فاضل محاضرات الجنرال إمبريولوجي. كده يبقى خلصنا محاضرات الجنرال أناتومي. أتمنى أن أنتوا تكونوا فهمتوهم. أنا فضلت زي ما قلت لكم قبل كده أن أنا أصورهم فيديو، حتى لو ده كان أصعب بكتير قوي بالنسبة لي أن أنا أصور بنفسي وأشرح وأشاور في نفس الوقت، ولكن فضلت هذا الأمر لأن حسيت أن ده هيكون لمصلحتكم، هيكون بيساعدكم في الفهم وفي المذاكرة. هنبقى أقرب ما نكون إلى المحاضرة الطبيعية اللي كانت بتحصل في الكلية. أتمنى أن أنتوا تكونوا فهمتوا. هيبقى فضل لنا زي ما قلت لكم 3 أو 4 محاضرات جنرال امبريولوجي هيكون مسؤول عنهم الدكتور مصطفى ان شاء الله، وانا هنزل لكم الفايلات بتاعت امتحان البراكتيكال. فايلات الامتحان البراكتيكال هي الصور دي، الصور اللي انا هجيب منها في امتحان البراكتيكال دي غالبا هنزلها على الجوجل درايف، على الجوجل درايف في الجزء بتاع اللابس بتاع الاناتومي. خدوا بالكم احنا محاضراتنا موجوده فين؟ المحاضرات اللي انا اديتها لكم اللي هي من ليكشر 14 لغايه 24 دي موجوده زي ما اتفقنا على اليوتيوب شانل اللي بنزل عليها محاضراتي. الثلاث محاضرات اللي اداهم دكتور محمد فتحي اللي هي محاضرات ليكشر 20 و21 و22 دول موجودين على الجوجل درايف في الليكشرز اوف اناتومي. اللابس اللي شرحها دكتور محمد فتحي موجوده على الجوجل درايف في اللابس بتاعت الاناتومي. غالبا الدكتور مصطفى هينزل محاضراته على الوان درايف او المايكروسوفت تيم، وهيبقى فاضل الفايلات بتاعت البراكتيكال. فايلات البراكتيكال هنزلها ان شاء الله على البراكتيكال بارت اوف اناتومي اللي موجود على الجوجل درايف. الفايلات هتبقى بتحوي الصور اللي هجيب منها في امتحان البراكتيكال، ولكن في امتحان البراكتيكال مش هيبقى مجرد بتعرف على الصورة وبس، لكن هبقى بتسأل سؤال نظري ريليتد للصورة.
لما هنزل فايلات هشرح لكم برضو ازاي الاسئلة ممكن تيجي. اتمنى نذاكر ونخلص الحاجات اللي خدناها كويس، ونكون جاهزين في اي وقت ان احنا ممكن نمتحن في هذه المحاضرات. اتمنى تكونوا فهمتوها كويس، جود لك كده، وهيبقى فاضل هنزل لكم فايلات البراكتيكال في اقرب وقت ان شاء الله.